عرض سريع اليوم بعرض نايتسن. هذا الجهاز النوت 4 وليس النوت 3. شنو فرق هذا الجهاز؟ اول شيء يدعم بصمه الاصبع كلش سريعه مثل ما تشوف قبالك. طبعا الشاشه مالته تعطي دقه كلش عاليه مثل ما تلاحظون قبالكم. شوف الشاشه مثل ما تلاحظون قبالكم. الشيء الاخ ان الجهاز يجي ذاكرته 64 وليس 32، يعني تنصب ايش قد ما تريد. احنا نصبنا طبعا عليه ببجي، سبوي، نيد فور سبيد وهواي العاب قويه. انا طبعا مو كلش قوي بالالعاب، لكن اختاريت اقوى الالعاب بجوجل بلاي ونزلتهم ونزلن بسرعه كلش عاليه، لان الجهاز التكنيك مالته على الانترنت كلش سريع مثل ما تلاحظون بالواي فاي. بطاريه الجهاز عملاقه طبعا اكيد غنيه عن التعريف، شركه سامسونج. وهسه حشوفكم حجم البطاريه الموجوده على هذا الجهاز. الجهاز الحلو بيه انه دعم تصوير ال 4K. شنو تصوير ال 4K؟ يعني مرتين فول اتش دي. خلينا اشوفك الوضوح الخاص بهاي الكاميرا مثل ما تلاحظ التفاصيل اللي يعطي اياها. الجهاز مميز جدا. طبعا الجهاز راح يجيكم بسعر تخفيض نهايه السنه لمده يوم واحد، حيكون سعره فقط 59,000. وراح نقدم لكم وياه هديه ايربود برو ام الاختام المميزه اللي تجيكم هذا الشكل، هديه مجانيه مع هذا الجهاز. هذا العرض ما حد يسويه، ليش؟ لان عرض خرافي، بيه سنسرات اماميه اللي تدعم المعرفه عن طريق العين، يعني مجرد ما توقع الجهاز راح يشتغل. وكذلك بيه ميزه الاي ار اللي تقدر تتحكم بيه بالتلفزيون والسبالت، يعني مثلا تمشي بالمول، تمشي باي مكان، تطفي الشاشات بالشارع المولات وما حد ينتبه عليك. السعر اكرر 59,000، وموجود توصيل لجميع المحافظات العراقيه. لحقوا حجزوا، الجهاز يجيك جديد بالكرتونه مع الملحقات الكامله مالته.